تحت فوق الجبل قصدي اودعه لقيته سافر والرحل تبعه وطلعت فوق الجبل قصدي اودعه لقيته سافر والرحل تبعه غليون ترجعه أنا يا رئيسي غليون ترجعه والباقي والنيرانة والباقي وصلهم يا لدان على كيفك تملي. احنا لسه على الهواء في اجواء حدث استثنائي، واعيد الترحيب بكل ضيوفنا وبالذات العمال والمهندسين اللي شاركوا في حفل القناه اللي معانا. انا بس عايز اقول ملحوظه صغيره قبل ما اتشرف بالكلام مع الباشمهندسين المتواجدين ومشرفينا. قادره الاحظ انه الناس اللي فوق الـ40 حافظين على الاقل اللازمه يعني، وبيغني معاهم. الناس اللي أقل تحس انهم بيكتشفوا لاول مره، يعني يمكن عشان اللي قبل كنا بنسمع الاغاني دي زمان مثلا. انتوا ما بتسمعوهوش طبعا، ما تعرفوهاش. اول مره حضرتك لانج اول مره يسمع جديد خالص. طب تعرف السمسميه؟ تسمع عنها؟ تسمع السمسميه بس الاغاني دي مش في ودنك. يعني انما حضراتكم بقى الباشمهندسين اكيد حافظين الحاجات دي ولا ايه؟ ولا انتوا تحت الـ40؟ لا، السمة الشعبيه بتاعنا. طيب معانا مدير مشروع قناة السويس الجديد أعمال التكريك الباشمهندس وجدي زكي. أهلا بحضرتك باشمهندس. ومعانا كمان المهندس محمد عادل نائب مدير مشروع قناة السويس أعمال التكريك. أهلا بحضرتك. معانا كمان مجموعة من خيرة المهندسين، أنا نفسي أقول كل الأسماء بس خليني أرحب على الأقل بمجموعة. باشمهندس ياسر أحمد مهندس مقيم، مهندس أحمد جمال مهندس مقيم، المهندس عصام جوده مهندس مقيم، المهندس محمد سالم مهندس مقيم في المشروع، استاذ سيد الجبلاوي، استاذ محمد سعد. عندنا ناس كثيره من الاسماء. المهندس مقيم يعني انتوا كنتوا عايشين هناك صح كده؟ موجودين في الموقع على طول. يعني على طول يعني اول اسبوع واخره ولا في الويك اند وتروح؟ يعني هو مسؤوليه المهندس يوميا، يعني من الصبح لحد مسؤوليته في كل وقت، بالليل والنهار والصبح، هو اللي متابع الموقع، هو مهندس الموقع للمنطقه الفلانيه. يعني انتوا عشتوا هناك في الموقع؟ عايشين هناك. طيب انا عايزه اعرف انتوا كده خلصتوا جايين مروحين بيوتكم ولا جايين الحلقه وراجعين تاني الموقع؟
لا طبعا لسه المشروع ما خلصش، المشروع طبعا خلص كشغل اه، ولكن في بعد كده بقى مساله اخلاء الحاجات اللي كانت موجوده دي كلها، سواء كانت حركات اجنبيه او مصريه، المعدات اللي جايه معاها لازم نخليها، هو صغر كتكريك وخلص كعمق والمركب عدت وكل حاجه. في جوب تاني بقى، ده بقى ما حدش عارف عنه حاجه، ده اللي بقى خلف الشغل، اللي هو بقى ازاي بقى كله هترجع زي ما كانت تاني بقى، بالنسبه للحاجات المعدات اللي جت، حاجات كانت من بره او حاجات مصري هترجع في اماكنها تشتغل، دي تبقى لها برضو ترتيبات وتصريحات وطرق للدخول والخروج طبعا، واجراءات ملاحيه كتير يعني. اه طيب، انا مش هسال في تفاصيل فنيه لانه طول الفتره اللي فاتت كان فيه كلام كتير على التفاصيل الفنيه، الناس فهمت حبه وما فهمتش حبه، حست بشويه حاجات يعني. انا هتكلم في التفاصيل الانسانيه. لما معايا مدير مشروع قناه السويس اعمال التكريك امبارح في الحفله، كنت فاضي تتفرج ولا كنت متوتر بتخلص شغلك؟ احكي لي لحظه افتتاح قناه السويس لواحد مسؤول في هناك. احنا كنا طبعا امبارح في الافتتاح كنا مطمنين بنسبه كبيره ان شاء الله الافتتاح والعبور هيمر ان شاء الله بسلام، وزي لان احنا كنا يوم 25 وكل الناس عرفت، عدينا بثلاث سفن طبعا بالقناه، وكان يعتبر تجربه، لكن ده مش معناه انه تجريبي، انا ده مش تجربه ولا حاجه، احنا عارفين القناه بتاعتنا فيها ايه، احنا اللي عاملينها، احنا اللي حفرنا، عارفين كل سنت فيها العمق فيها قد ايه، فطبعا احنا مطمنين 100% ان ان يعني مش 24 متر ولا دول اقل دول اكتر، كل واحد بيفتي بقى. حضرتك هي مش هي طبعا القناه اللي معموله الجديده مش هنقول انها كوبي من القديمه، لا ده هي احسن من القديمه، لان العرض بتاعها اكتر 20 متر، يعني القديمه اقل من دي ب 20 متر، لكن هو كان كل الكلام لا العرض بتاع القناه يعني العمق 24 لكن العرض بيبقى اقل، القديم اقل، بيختلف من مكان لمكان في المنطقه، العمومه في المناطق المستقيمه تبقى كده، لان احنا كنا عاملين حسابات ثانيه ان لو مركب، المراكب النهارده الجيل الجديد طالع من مراكب بيسموه دبل هال او المركب اللي ذات البدن المزدوج، بحيث لو لا قدر الله البدن حصل فيه اي مشكله يبقى الجزء الثاني بيحمي المركب، وبالتالي فتبدا تعرض السفينه نفس الحموله. فطبعا ده عاملين حسابنا الاجيال اللي طالعه من المراكب على القناه الجديده. ده احنا كنا طبعا كل قلقنا وقلق مصر كلها كان عمليه التامين والامن بس. لكن الموضوع ان ان شاء الله لا، يعني حضرتك كنت فين امبارح ساعه الحفله؟ يعني كان فين موقعك؟ لا احنا ما كناش في الموقع، احنا كنا مدعوين في الحفله، احنا كنا امبارح في الحفله في الرئاسيه، يعني الرئاسيه بقى خيمه بتاعت الرؤساء والملوك والشخصيات العامه. لا لا طبعا بتاعت لا في الخليه. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ايه اللي حفروا القناه واشتغلوا فيها اهم من الرؤساء والملوك؟ لا ربنا يخليك. 50,000 بشر، 50,000 بني ادم، 50,000 بني ادم شاركوا في. خليني اقول انه دايما القياده مهمه، بس كمان السواعد مهمه، لا ده يستغنى عن ده ولا ده يستغنى عن ده. وحضرتك يا باشمهندس برضو كنت قاعد في الخيمه. قاعد مستمتع يعني بالحفله ولا متوتر ولا ايه؟ لا مفيش توتر خالص، زي ما وجدي بيقول القناه دي معمول لها جسات ملاحيه وجسات مخصوصه، واحنا عارفين الاعماق كلها 24 متر على الاقل، في على فكره 24 متر وزياده كمان شويه، فاحنا مطمئنين تماما يعني 125 وقبل 25 ان وده كان التارجت المطلوب، ان القناه الجديده تبقى زي القناه الحاليه بالظبط 24 متر 24 متر، ما كانش في اي تارجت تاني على فكره، عشان الناس بتقول كان هيبقى مش عارف ايه، لا هي التارجت من اول حاجه، لك حاولوا يعملوا ايه وفشلوا، فراحوا عدلوا اعلى حاجه مطلوبه من الاول خالص زي ما. طب كنتوا بتركزوا مع الفاتي اللي بيتقال ده يا باشمهندس؟ يعني بتركزوا ان انتوا تردوا تقولوا الكلام ده مش مظبوط ولا لا؟ لا حضرتك كان بيبقى شيء من الفكاهه بالنسبه لنا، يعني لان احنا شغالين وقدامنا جداول محطوطه وعارفين النهارده قد كده والنهارده قد كده، وفي ناس مش عارف بيقولوا ده بيقولوا لسه حته ما اتعملتش، طبعا كل ما احنا دي مش ده مش كيلو ولا اثنين، ده 72 كيلو، 72 كيلو فيهم 45 كراكه، أكبر تجمع كركات في العالم. المشروع ده حضرتك، المشروع ده حضرتك اتحطمت فيه أرقام كتيرة جدا اتسجلت في موضوع جينيس. زي إيه؟ زي 45 كركة في 72 كيلو. مفيش مشروع حفر في الدنيا لم يحدث. لم يحدث. ومش في القريب هيحدث. على فكرة كان ده مش يمكن أنا بقوله بس، أنا إحنا عندنا يعني التكريك ده مهنة خاصة شوية. فلما استعنا بكركات أجنبية عشان الوقت كان قليل شوية، فجالنا يعني واحد يعتبر رقم واحد في العالم في مساله خبير الكركات يعني بالظبط كده، هو خبير المشاريع الكبيره دي من الخبراء يعني. الراجل قال لي تحديدا كده يعني، قال لي هو راجل بلجيكي، قال لي انا سعيد ان في حياتي المهنيه هيتحط المشروع ده في حياتي المهنيه. لانه قال المشروع ده لم يحدث قبل كده، التجمع ده لم يحدث، وهو في وجهه نظره انه مش هيحدث تاني على الاقل في الزمن القريب يعني. 45 كراكه في 72 كيلو، حوالي 250 او يعني
نقدر نقول 258 800 بالظبط يعني مليون متر مكعب طلعوا في خلال سنه عشان يحققوا ال 24 متر نفس عرض القناه وبزياده كمان زي المهندس وجدي مال. طيب هو حضرتك يعني متاثر وانت بتقول الكلام ده، متاثر عشان انت اللي عملت الشغل ده ولا في العموم؟ والله مش هكدب على حضرتك، احنا اول لما يعني جه الخبر وشفنا كلنا يعني سياده الرئيس لما قال سنه واحده، سياده الفريق مهاب مميش رئيس الهيئه قال له تنفذ بصيغه الماضي، يعني مش هيتنفذ قال له تنفذ بصيغه الماضي. لا لا هو دلوقتي بيقولوا مبسوط، هم زمانهم كان ركابهم اكيد يعني تنفذ دي طبعا لما اتقالت لما اتقال تنفذ دي فتحت يعني ابواب عملت ايه لما قال تنفذ يا باشمهندس؟ احنا بص حضرتك في الاول كنا عاملين حسابات على ثلاث سنين، طبعا ثلاث سنين معناها ان عدد معين من الكركات عدد تحالفات محدده، احنا هنشارك بجزء كبير من الموضوع كقناه السويس، لكن لما لقينا يعني ذات الفريق رد تنفذ وتعليمات طبعا بعد تعليمات السيد رئيس الجمهوريه، فكان احنا عدنا حساباتنا كلها نعدها من اول وجديد. لا انا هنجيب منين؟ الحمد لله تم افتتاح المجرى الملاحي وخلاص يعني، بس برضو يعني مش عايزاكم تخبوا حاجه جواكم، بجد قلتوا ايه في نفسكم ساعه ما قالوا تنفذ؟ يعني لا ما هو طبعا لا وقع طبعا سوري يعني لا وقع صعق علينا طبعا احنا ده هنجيب لان حضرتك لا ده اولا وطبعا سيادة الفريق تنفذ خلاص تنفذ علينا احنا كمان، يبقى احنا نعمل نعيش حساباتنا من جديد عشان نجيب الكركات دي، وفعلا احنا جبنا اكبر اسطول يعني جبنا احسن كركات في العالم، اكبر يعني كركات الباور بتاعتها عاليه جدا او القدره بتاعتها عاليه جدا. معرفش حد من اللي موجودين قرا مقال الدكتور محمد المخزنجي امبارح ولا لا؟ كانت عظيمه، هو رائع طبعا، بس هو قال معلومه مهمه جدا بخصوص الكركات افتكرتها لما حضرتك قلت انه ده اكبر تجمع كركات في العالم. يبدو انه في علاقه وطيده ما بين مصر او قناه السويس وصناعه وعلم وهندسه الكركات، لانه ما كانش الكركات بالشكل الاحترافي ده لم تتطور الا بسبب قناه السويس، لانه نابليون هو اللي طلب من مجموعه علميه ان هي تطور فكره يعني ايه نشيل رمل او طينه بميه ونزيح الطمي او الطين او الرمل ونخلي الميه. فالاضافه او اختراع الكركات تم تطويره خصيصا لاجل قناه السويس الاولى في السابق، والنهارده احنا بنتكلم في اكبر مشروع له علاقه بالتكريك. وحضرتك يعني في نقطه ضروري نوضحها جدا، قناه السويس بصفه عامه هي اكبر واهم مجرى ملاحي صناعي في العالم. صحيح. وادام هي اكبر واهم مجرى ملاحي صناعي في العالم، وبفضل الله هي شغاله كل الفتره اللي فاتت دي من ساعه لما انشئت لغايه دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بسواعد ابنائها ابناء مصر الحمد لله من غير مشاكل، الحمد لله كله تمام. ده معناها ايه؟ معناها ان احنا في قناه السويس اكتسبنا خبرات عاليه جدا جدا، واحنا اللي بنصدرها للعالم. صح صح. طيب لو بنتكلم على الحفله، احد حضور الحفله اللي كان طبعا عنده دعوه في اي بي الفنان محمد هنيدي اللي يمكن رجع الصبح، اهلا بحضرتك على الهوا محمد هنيدي. اهلا الحمد لله الحمد لله. الاول هسالك على الصوره دلوقتي، قال لك امير البحار راح يفتتح قناه السويس، انت كنت لابس برنيطه، فقال لك هو لابس لا مش برنيطه. لا انا كنت لابس الكاب بتاع كان معمول مخصوص لقناه يعني مع القميص الابيض، فبان كانه يونيفورم. بالظبط يا فندم بالظبط. يعني انت ما كنتش لابس لبس بحاره ولا حاجه؟ لا 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 خالص، هم يعني هم اكرمونا وادونا تيشيرتات وكاب للذكرى الخالده ديت ان شاء الله، فكنت سعيد جدا ولبستها. يعني الصوره او شكل البحار ده جاي بالصدفه، انت لابس قميص ابيض عشان الشمس ادولك كاب كده من شاب كان هناك، قلت له لو سمحت اديته الكاب اللي انا كنت لابسه بتاعي ولبست دوت من فرحتي الحقيقه. على العموم كانت ماشيه جدا يعني، امير البحار في قناه السويس شغال يعني. عايز اسالك ايه اكتر لحظه امبارح هزتك؟ لا شوفي هقول لحضرتك على حاجه، هو اليوم كله لحظه واحده صراحه، من اول ما طلعنا الطرق ومن اول واحنا ماشيين على الامطره وداخلين على اسماعيليه والاهالي على الصفين شايلين اعلام وفي وشوشهم فرحه عجيبه للامانه يعني. يعني احنا رحنا اليوم امبارح اتشرفنا شفنا تفاصيل جميله جدا جدا، قد ايه الشعب ده عظيم وقد ايه البلد بلدنا دي عظيمه فعلا فعلا يعني. شفنا معجزه، شفنا انجاز، وشفنا التزام غير مسبوق، وشفنا كل اللي شغال الضيوف واللي بيستقبلوهم بيشتغلوا بفرحه غير عاديه، شفنا الامن بتاع بلدنا العظيم، شفنا حاجات جميله جدا جدا، فخر للامانه.
بس برضو ما جاوبتنيش، يعني ده هو احتفال من اول النهار لاخره، اكيد في اكتر في 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 حاجه حصلت، لفته منظر اكيد طول الوقت في لفتات، يعني من المنظر اللحظه العظيمه اللي ربنا اكرمنا فيها الحقيقه، هو سياده الرئيس بيقول كلمته والمركبين عدوا عكس بعض، هو ده المعنى اللي وصل للعالم كله. شفت الولاد، شفت الولاد الصغيرين وهم بيغنوا؟ طبعا طبعا شفت الولاد الصغيرين، ما هم دول القناه دي معموله عشانهم. الولاد الصغيرين دول هيبقوا معانا هنا دلوقتي او بعد شويه على الهوا ان شاء الله، وهيغنوا الاغنيه اللي غناها بصفتك، مش بصفتك بحار طبعا، بصفتك مواطن مصري، بصفتك مواطن مصري، ايه اللي قلته لاولادك؟ يعني انت حكيت لهم ايه على اللحظه دي؟ والله انا قعدت قبل اللحظه دي، يعني من قبلها بفتره كده، افهمهم الموضوع وهم يعني مستوعبين والحمد لله وفرحانين، وبقول لهم ده تاريخ، يعني احمدوا ربنا ان انتم بتحضروا، هتحكوا لاولادكم بعد كده ان انتم حضرتوا اللحظه التاريخيه دي. للامانه يا مدام منى بجد بلدنا بلد عظيمه ورجالها عظام جدا جدا، انا شفت حاجات كتير، يعني انا بحيي كل الساده اللي قاعدين مع حضرتك اللي شاركوا في الحدث العظيم دوت، وبقول لهم هم اهم حاجه النهارده احتراما، يعني العالم كله اشاد بيهم للامانه، انتوا بطل بلدنا. محمد هنيدي، انا عارفه صدق مشاعرك في العموم وفي الخصوص، انت ضعيف جدا تجاه اي حاجه لها طبع وطني قومي ومن قلبك، ويعني اللي يعرف محمد هنيدي يعرف الخصله دي فيه. ببارك لك وببارك لكل الناس، وبنستبشر وبنتفائل وبندعي ربنا انه اكبر فايده تكون موجوده من المشروع ده، يعني وان كان المفروض ان هي تجيب مثلا 50% تجيب 100%، وان كان هي تجيب بعد سنتين تجيب بعد سنه، يعني ربنا يبارك في مشروع كان فيه اخلاص من اوله لاخره. محمد هنيدي شكرا جدا. بس مهندسين بقى، حضراتكم مين فيكم عنده ولاد ومين ما عندوش ولاد؟ اللي عنده ولاد يرفع ايده. نصكم عنده ولاد ونصكم، قلتوا ايه لاولادكم بقى لما جيتوا تشتغلوا في المشروع؟ يعني فوضحنا لهم طبعا ان احنا عندنا شغل كتير، والفتره دي فتره استثنائيه، فمجهود الشغل هيبقى كتير صبح وليل، فالعبء كان طبعا على الزوجه والاسره، هي اللي شالت الدور كله، والولاد كانوا مقدرين يعني ان احنا مشغولين، بابا عنده شغل فنازل الشغل او جاي. انا ما حاولتش تبين لهم ان بابا بيشتغل في حاجه عظيمه، لا يعني انت بتقول لهم رايح الشغل وخلاص. ما احنا يعني لا، برضو المشروع الجديد برضو كان عندهم فكره عنه، بصفتنا احنا اساسا في قناه السويس، فكان عندهم فكره عن المشروع وبنعمل ايه. يمكن خدتهم مره زياره كده للموقع واتفرجوا على الكراكات من بدري شويه. مين اللي كان عايز يروح الموقع، الولاد ولا المدام؟ لا الولاد. الولاد. المدام بقى عايز تقعد في البيت بقى حر بقى. لا هو بس قلة وقت، يعني طبعا المجهود عليها كان شديد. فهي قلة وقت بس يعني. طيب مين كمان ولاد؟ وحضرتك قلت لي عندك ولاد؟ انا بنتي اتولدت في بدايه المشروع يعني. الف مبروك. الف مبروك. كان عندها سنه دلوقتي تقريبا. لسه يوم 24/8 اللي جاي هكمل سنه ان شاء الله. ايوه. يعني اتولدت في يوم كان صعب جدا، والمهندس وجدي حتى طلبني فيه، يعني بعد الولاده بالظبط ما فيش كام ساعه، والمهندس وجدي طلبني قال لي لازم تحضر دلوقتي، كان يوم صعب من اصعب الايام في حياتي يعني. لا لازم تحكي لي عن اليوم ده. هو كان بصراحه انا كنت يعني مرتب نفسي ان انا بخرج من الصبح، هنزل الساعه 7 وكده، فالمدام كانت يعني جالها طلق وكده الصبح، فنزلنا على المستشفى، كلمت المهندس وجدي ساعتها، عرفت ان انا خلاص رايح المستشفى في حاله ولاده يا باشمهندس، خلاص مش خلاص يعني عارضه ومصر كمان. مصر اولى من كل حاجه. يقول لك مصر اولى. طبعا طبعا طبعا. المهندس وجدي انا استاذنته ساعتها ان انا اليوم بقيت اليوم خلاص انا مش هبقى موجود، ان في هيبقى في حد من الزملاء هيبقى بديل ليا. فبعد كده المدام يعني ربنا رزقني بيارة الحمد لله الساعه 11 الصبح، ما فيش ساعتين ثلاثه ولقيت المهندس وجدي بيتصل بيا بيقول لي لا انت لازم تيجي، واحنا في شغل لازم ضروري تيجي وكده، ورتب نفسك بأي طريقه انك لازم تحضر يعني. فما فيش بس طب انت مش طايق نفسك طبعا. انا يعني ولا طايق المهندس وجدي. لا 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 والله لا انا ما كنت زعلان منه ولا حاجه، لا فمفيش يعني حتى انا عشان نزلنا حتى انا كنت يعني الهدومي ما ينفعش ان انا نزلت بسرعه الصبح واحنا رايحين المستشفى، مش مجهز نفسي ان انا اروح الشغل يعني. فبس طلعت يا دوبك بس يعني الاهل اخذوا المدام، وبعد كده طلعت على الشغل،
وخرجت الساعه يمكن 11 بالليل بعد برضو استئذان تاني للمهندس وجدي، لان كان معايا روشتات ادويه للبيبي كان لازم تيجي في خلال كام ساعه. طبعا طبعا. فبس فده كان من اصعب الايام في حياتي، انه يعني يبقى يوم الولاده ما كنتش اتخيل ان انا هكون في الشغل يعني. طب وطبعا لا عملت اسبوع ولا بتاع يعني تلاقيه لا هو لحد دلوقتي انا لا عملت اسبوع ولا خطه. انا عندي اقتراح، اسبوع على حساب البشمهندس وجدي. الف مبروك. اسمك اسمها يارا. وانا عايز بس اكمنت على المهندس احمد، احنا طبعا عندنا مشكله في المشروع ده، كان عندنا مشكله كبيره جدا، هي مشكله الوقت. الوقت بالنسبه لنا كان ضيق جدا. انت حضرتك تتصوري ان احنا رئيس الجمهوريه اعلن في يوم وقال من اليوم ده والناس ما تعرفش حاجه. لا احنا كنا عارفين وعارفين ان فيها هيعلن الخبر، لكن هو اعلن من اليوم ده ان المشروع بدا النهارده، يبقى كان لازم اليوم ده نبدا حاجات كتير جدا، نبدا التعاقد وتجهيز الاحواض وكل الناس تعرف على الملا احنا بنعمل ايه. فمن اليوم ده بقى كل بالنسبه لنا، مش كل يوم لا، ده كل ساعه كانت بالنسبه لنا فيها شغل، وكل ساعه الساعه اللي بتسقط مننا ده مشكله. فكان لازم معلش، وكان الناس استحملتنا واستحملت الضغط اللي احنا كنا فيه، الزملاء كلهم يعني حقيقه استحملونا، لكن لان كان لازم نعمل كده، لان المشروع كان لازم يتعمل في الوقت، والحمد لله يعني ده نتائج، والحمد لله احنا برضو ما ربنا يخليه له يعني البيبي يعني زي الكل ان شاء الله. ربنا يخليه له. حضرتك اي حد عنده موقف يا اما صعب جدا يا اما طريف، وهو سواء المهندسين او العمال اثناء السنه اللي فاتت دي، ايه اصعب موقف كان عندكم؟ انتوا شكلكم خايفين من باشمهندس وجدي. كل يوم بيعدي اصلا، كل يوم بيعدي احنا كنا بنحمد ربنا ان اليوم ده عدى، لان كان كل يوم تقريبا لازم يبقى فيه مشاكل، يعني المشروع بالحجم ده وبالكبر ده ما ينفعش يبقى فيه مشاكل واحنا نقدر نتخطاها. حضرتك خريج ايه يا فندم؟ هندسه. مهندس. هندسه ايه؟ عين شمس. اسكندريه. هندسه اسكندريه. سواء اسماعيليه اصلا يعني. ف حضراتكم كلكم من مدن القناه ولا اسماعيليه؟ انتوا استعنتوا اكتر بالمهندسين اللي مش هو طبعا احنا كل المجموعه دي عندها خبره بالتكريك، يعني كلها عندها خبره بالتكريك، فما ينفعش نيجي نجيب مهندس مقيم يشرف على شغل المقاول ويستلم منه الا نكون عنده خبره عاليه في التكريك. يعني في زملاء احنا جبناها، المهندس محمد احنا اصلا كان شغال في السعوديه في تمارين، وجبناه من السعوديه عشان يخش المشروع معانا، يعني هو جه وقلنا له لا ده نسيب شغل السعوديه وتيجي تشتغل معانا، عشان خاطر لان المشروع ده محتاج، ما عندناش الستاف مش موجود، وعشان نجيب واحد من بره اللي هي قناه السويس ده بالنسبه لنا، عشان نبقى اولا مكلف، نمره اثنين مش هيبقى امين على المكان زينا. ما كنتش عارفه ان كتير من المهندسين اللي تم الاعتماد عليهم اصلا من مدن القناه، ودي طبعا حاجه منطقيه جدا. هي قناه السويس يعني. هم مهندسين في قناه السويس. والحين ليه بس كومنت على حضرتك بتقولي اسبوع عرضه، يعني حضرتك بتقولي اليوم ده عرضه. انا بس عايز اقول لك حاجه، من غير لما ينزل قرارات ما حدش طول السنه دي لا طلب عرضه ولا اعتيادي، ولا كان في حاجه اسمها ولا جمعه السنه دي، ما كانش ولا جمعه ولا جمعه ولا جمعه ولا جمعه ولا جمعه ولا سبت ولا شم النسيم ولا عيد ولا رمضان ولا اي حاجه. وللامانه برضو الناس كانت متقبله الحكايه دي من غير، وهي نفسها اللي بتؤدي، لانه زي ما حضرتك قلت في الاول خالص ان القدوه مهمه جدا. احنا عندنا ست الفريق مهاب مميش رئيس هي قناه السويس، لا خد لا جمعه ولا سبت، مع انه هو ولاده في اسكندريه ومقيم بصفه يوميه تقريبا، بنروح بنرافق سيادته في المرور على كركات وبنفسه الصبح والظهر ويمكن بالليل، ده بالاضافه لشغله هو في الهيئه طبعا بيدير هيئه خمسه بالكامل، فالناس كلها كانت شايفه يعني الفريق قدامهم. طول السنه دي لا كان في جمعه ولا عرضه ولا ما فيش حاجه خالص. اسمحي لي حضرتك معلش، هو ما ينفعش ان ناخد الجمعه، هو طبعا كان كل الوقت لا ما انا مش قصدي كل الناس تاخد الجمعه، يعني كان ممكن يبقى في ناس تاخد وناس ما تاخدش. احنا كنا مظبطين بطريقه معينه. لا خالص ما ينفعش. كنا بنتفاجئ بالاجازات اصلا، يعني ممكن يعني عيد تحرير سينا احنا اتفاجئنا ان مثلا بكره عيد تحرير سينا، لان احنا اصلا مش الايام تقريبا احنا مش احنا كنا بنتفاجئ ان في قبض، يعني في مرتب، يعني احنا والله ما بهزر، احنا كنا في مكان يعني سيبنا احنا في خمسه اصلا. خدنا مقر اقامه ثاني للجهاز التشغيل لتنفيذ المشروع ده، فطبعا الهيئه بتقبض كل يعني في قبض. انا والله مره قعدت بعرفها ده بيومين، يعني القبض بيجي في المكنه بتاعت الصرف وكده، بنروح نقبض بالكارت يعني. فانا بريد على فكره في قبض في احنا ما كناش عارفين حاجه، يعني احنا سنه متفرغين للمساله دي. وعلى فكره يعني مش انا بس، جميع الناس العاملين كان بيربطهم كده خيط خيط وهمي كده، اللي هو التارجت بتاع المشروع ووطنيه المشروع ده واهميته والفاليو الكبيره بتاعته، فكانت مخليه كل الناس انصهرت في في في, في المشروع ده، بتأدي مش عايز يعني حاجه، يعني بيأدي عشان هو لازم يأدي، عشان هو نفسه يشوف اليوم اللي حضرتكم حضرتوه في الاحتفال ده. لذلك يعني في كتير من الزملاء يعني في اليوم ده يعني عندهم دمعت يعني.
اولا يعني انتوا بتحكوا لي حاجات يمكن جيلنا يسمعها عن الناس اللي كانت بتبني السد العالي، الناس اللي عملت مشاريع كبرى. يعني كنتش افتكر ان في يوم الواحد يسمع ده مش من قبل سرد التاريخ، لا، ان انتوا بتحكوا لنا حاجه عايشينها الايام دي، الروح دي والطريقه دي. ما كنتش اتخيل انه ممكن روح المصريين حضرتك. اسمحي سعادتك، يعني انت حضرتك قلتي المشروع ان كنا عارفين المشروع 365 يوم. 365 يوم مضروب في عدد من الساعات، فما محدد بساعات، مش محدد بقاش مشروع نقول 5 سنين 6، لا ده مشروع محدد بساعات. الشباب طبعا احنا بنفخر بيه كلنا يعني دون، واللي هو طبعا هيكون يعني صف تاني كل تاكيد. احنا كناش بنقول له لا ده انت ما تاخدش جمعه او ما تاخدش عرض، لا عايز تاخد عرض خد عرض، بس انت عندك جوب لازم تخلصه. الجوب دون هو اللي هو اللي هو يعني العمل بتاعه يخلصه. خلصه ازاي بقى؟ يعني هما الايام اللي فاتت كانوا بيشتغلوا 2 شيفت، يعني كلهم بيشتغلوا ورديتين، يشتغل لغايه الساعه 5 ومجموعه يشتغل من 5 ل 5 تاني الصبح. ليه؟ لان احنا عايزين نستلم مشروع قبل الميعاد، خلاص احنا الوقت بدا يقرب قوي وبدانا نخش في التجارب، بدانا نخش في خلاص الافتتاح والاحتفاليه، فبقى عندهم في الاخر خلاص بقى يشتغلوا 2 شيفت عشان يخلصوا شغل اللي... لكن احنا ما بنقولهمش ما تاخدوش، ما نقدرش نقول لهم ما تاخدوش جمعه، اللي عايز ياخد ياخد، بس الشغل يخلصوا في الاول. هم اللي ما قالوش نفسهم. طيب في مش عارفه بقى مفارقه او صدفه او حاجه لازم نقف عندها. احنا معانا النهارده 2 من العمال اللي كانوا بيحفروا قناه السويس الجديده، كانوا جدودهم بيحفروا قناه السويس القديمه. ودي حاجة يعني معانا العامل محمد نصر، اهلا بحضرتك. محمد نصر صح؟ محمد نصر، استاذ محمد نصر، ومعانا استاذ احمد صلاح. انتوا الاثنين جدكم بقى يعني جد الثاني ولا الثالث، احكوا لي الثاني ولا الثالث اللي كانوا بيحفروا في قناة السويس الأصلية. لا هو حضرتك الجد الثالث في بداية المشروع. أول ما اشتغلت طبعا ما كانش حد بيحكي لي، لا والدي ولا أي حد من العيلة. فجاء عمي قال أنت كده بتكمل مسيرة جدك. قلت له جدي مين؟ قال جدك يوسف الجد الثالث، يعني هو جد والدي. جد أبوك. فقلت له طب وأنا بكمل مسيرته في إيه يعني؟ قال جدك اشتغل في الحفر القديم في الصخرة. أيوه تمام يا فندم. فقلت له طب يعني هو حفر اشتغل بايده؟ تمام. قال ده كان بيحفروا طبعا بكوريك وفاس. انت منين اصلا بقى؟ يعني جدك كان اخده منين؟ من الشرقيه. من الشرقيه. تمام. و اشتغل ورجع ما الجماعه اللي رجعوا. وبقول لي انت حضرتك دلوقتي انا بقول لي انت بتكمل. بس عمك قال لك يعني جدك حكى لك ازاي اخدوه وازاي رجع، حكى لك تفاصيل ولا يمكن مش التفاصيل ديت سالت فيها والدي. والدك لما البرنامج اتصل بيا قلت بقى افهم تفاصيل اكتر يعني. فقال ده هو عموما برضو والدي ما حضروش، بس بيسمع برضو من والده. قال جم خدوهم، كانوا باخدوهم مشي. وكانت في ناس بتروح على جمال. وروح وقعدوا سنين يعني ما كانش في لا اجازات ولا يعني. جد ابوك قعد سنين بس رجع. بس رجع الحمد لله. تمام. واحنا يعني بفضل الله برضه انا بكمل مسيرته في انشاء. حضرتك كنت على عربيه ولا على ايه؟ انا كنت سواق طمبر. مع الجيش. انا هستاذن احنا حضراتكم، هناخد فاصل ونرجع تاني نشوف الجد التاني وحكايته اذا كان رجع من قناه السويس بعد ما راح في الصخره ولا لا بعد الفاصل. اتفضل.